اللي فيهم الخمس خصال دول وجلت قلوبهم وزادت ايه الايات في ايه في ايمانهم وعلى ربهم يتوكلون ويقيمون الصلاه ويؤتون الايه الزكاه اولئك هم المؤمنون حقا. اولئك هم المؤمنون حقا. هو الحق ايه؟ مؤمن حق يعني ايه؟ الحق هو الشيء الثابت الذي لا تتغير ولا تذهب به الأغيار، ولذلك تلتقي عنده كل الناس، وخاصة إذا كان يتعلق بمصالحه. افرض ان واحد مبطل وبعد ذلك اتخذ الباطل لأنه جاب له ايه؟ جاب له حاجة مش بتاعته. بالله لو أن هذه المسألة أخذت منه يفزع عشان يطلب بحقه ولا ما يفزعش؟ يطلب بحقه. يبقى الحق هو الشيء الثابت، وما دام شيء ثابت ما يتغيرش، وإن جاء له الباطل شوية يزحزحه كده، إنما يفضل إيه؟ يفضل هو برضه ثابت. ولذلك يقول إيه؟ أنزل من السماء ماء، أنزل من السماء فسالت أودية بإيه؟ بقدرها. الأودية سالت من الماء، كل وادي خد على إيه؟ على قده، على قد كله. فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. أنت لما تشوف السيل وهو نازل تقوم تلاقي عليه رغاوي. الرغاوي دي عبارة عن هوى اللي سببوا شوية القش وشوية العفس والأشياء اللي بتيجي لها. لكن أتظل الرغاوي دي فاحتمل السيل زبدا إيه؟ رابيا. ومما يوقدون عليه في النار، ضرب المثل في المية وفي النار، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. لما تشوف بقى القطعة الحديد وهي داخل النار تقوم تلتفت تلاقيها تعمل ايه؟ تدي شرار كده وتطلع اشياء منها كده، اللي بيسموه خبث الحديد. خبث كل ما تطلع كل الحديد ما يبقى ايه؟ صافي وحقيقي، صافي ونقي. ولذلك كل حاجه عايزين يعملوه من اصول بيتنوهم يولعوا عليه لحد ما يطلعوا منه الايه؟ مثلا ذهب وعليه مخلوط او فضه ومخلوطه او نحاس ومخلوط، النار تعمل ايه؟ يفتنوه على النار، فاذا بها تطلع الحاجات اللي هي ما هياش من الايه؟ من المعدن. ومما يوقدون عليه ابتغاء حليه او متاع. الحليه زي الذهب مثلا، متاع زي السيوف وزي الخناجر والحاجات اللي بنعملها دي، زبد مثله. يبقى فيه زبد في الحديد إيه؟ وفي زبد في الايه؟ اما الزبد فيذهب جفاء. بعد ما يجي السيل كده وياخد الزبد ويكرشه قدامه كده، تبص تلاقي بعد مده الزبد ده راح في الجوانب كده، الريم اللي احنا بنسميه الريم جه على الجوانب والميه فضلت ايه؟ فضلت صافيه. كذلك الحديد برضه تحطه في النار يطلع من الايه؟ الخبث بتاعه، وبعد ذلك يظل الايه؟ كذلك يضرب الله الحق والباطل. الحق يعمل ايه؟ يبقى ثابت، والزبد يعلو كده وبعدين ايه؟ وبعدين يروح. وثبات الحق ليس جعلا، هو ثابت كده. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يعطي لنا في آية قرآنية المعنى ده، يقول ايه؟ وجعل كلمة الذين كفروا سفلى. خد بالك ايه؟ وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. وبعدين قال ايه؟ هل وكلمة الله العليا؟ لا، ده قال وكلمة الله هي العليا. الله، يبقى كلمة الله هي العليا، دي مش جعل من أحد، ده هي القضية الإيه؟ وجعل كلمة الذين كفروا إيه؟ السفلى، وكلمة الله هي العليا. اوعى تقول جعل، لأن دي كلمة الله العليا مش جعل، ده هي ثابتة حتى ولو على مين؟ ولو على الباطل بتاع الإيه؟ بتاع الزمان.